إذن للمزيد معنا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو الريف. أهلا بك سيد فاضل، كيف تصنف تجهيز شرطتنا من العدة والعدد؟ برأيك هل يرقى لطبيعة التحديات التي تواجهنا اليوم؟ نعم فاطمة، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أولا الشرطة العراقية خصوصا بعد 2003 تطورت بشكل ملحوظ، أنها تحسنت على القطاع الاستخباري وفي سيما في مكافحة الجريمة المنظمة وجريمة المخدرات، لذلك هي تصدت لجريمة الإرهاب عبر دوائرها الاستخبارية المتمثلة بدوائر وكالة الاستخبارات، منها مديرية الاستخبارات العامة، ومنها خلية الصقور، ومنها منظومة استخبار الشرطة الاتحادية، ومنها الجريمة المنظمة. لذلك هي نجحت في هذا الشق، وهي يعني تعاقدت واستوردت أجهزة تتلائم وطبيعة حجم التحدي الذي تحتاجه في المرحلة المنقضية، ونجحت إلى حد كبير في تفكيك بضع مئات إن لم نقل آلاف من الخلايا النائمة والمتحركة والناهضة من أجل الحؤول دون تكرار مثل هكذا حوادث إرهابية. اليوم يعني الشرطة العراقية خصوصا يعني منذ سنتين خلت إلى يومنا هذا، يعني نهضت بأسلوب جديد وهو أسلوب الخدماتي على نحو الخدماتي، والأسلوب الأمني والاستخباري على نحو آخر. الداخلية أغلب دوائرها ذات احتكاك مباشر مع المواطن. اليوم مديرية الجنسية والسفر اللي تشعب من هوية الأحوال المدنية والبطاقة الموحدة وجوازات السفر اليوم تطلع بدور ممتاز. اليوم هناك حققت إنجازات على صعيد الجواز الإلكتروني، الجواز الإلكتروني والبوابات الإلكترونية نجحت في تخفيف العبء على المواطن. يعني المواطن اليوم أستطيع لك أقول بضرس القاطع أن الجواز لا يتجاوز من 25 إلى 40 دقيقة، المواطن يستلم جوازه بصورة عاجلة. طيب عن البطاقة الموحدة، البطاقة الوطنية، يستلمها في غضون أقل من 48 ساعة. فضلاً عن الجهد يعني المكننة لأول مرة نرى الشرطة والنجدة وكذلك حتى سيارات الأطفاء هن يعني يتمتعن بمواصفات عالمية عالية، ورأينا الآن هذه السيارات وهذه العجلات. طيب ما هي المعايير سيد فضل التي تحدد كفاءة أجهزة الشرطة والأمن الحديثة، وهل برأيك أن العراق يتجه لتعزيز فعالية جهازه التنفيذي؟ يعني انخفاض الجريمة، انخفاض مستوى وتدني مستوى الجريمة المنظمة. اليوم في غضون عام واحد فاطمة، العام المنقضي عام 23، يعني كان عام بدء القضاء على الإتجار والترويج للمخدرات، بيد أن مكافحة المخدرات كانت قبل هذه الحقبة، يعني قبل نحو عامين من الآن، لم تكن بالمستوى المطلوب. اليوم في غضون عام فاطمة أكثر من 4 طن من المواد المخدرة ما بين هيروين، كوكايين، كبتاغون، كريستال تم الاستيلاء عليها مع أكثر من 14,000 من المروجين والمتاجرين والمتعاطين، والاستيلاء على أكثر من 15 طن من السلائف، الدوائية اللي تدخل منها الحبوب المخدرة، الأتيفان، الفريزيوم، المكادون، هذه الأدوية التي تدخل ضمن يعني أدوية الهلوسة والمؤثرات العقلية. فضلا عن ذلك على المستوى الخدماتي نجحت أيضا وزارة الداخلية في إنشاء أكثر من 250 مركز للإطفاء ما بين المراكز الأصيلة والبديلة. فضلا عن ذلك اليوم المواطن سوف لن يجد عناء كبير وكثير، خصوصا عام 2024 سيكون عام السرعة في الإنجاز، وسيما نحن نتكلم عن الدوائر الخدمية التي تحتك وترتبط بالمواطن بشكل وثيق وبشكل مباشر. لذلك أعتقد أن معيار نجاح الداخلية هي انخفاض الجريمة المنظمة، انخفاض التعاطي بالمخدرات، انخفاض الأعمال الإرهابية على المستوى الثالث. طيب سيد فضل، هل تمتلك برأيك قوى الأمن الداخلي من الجهوزية ومن الاستعداد ما يؤهلها لمسك زمام الأمن في المدن كافة، خصوصا بظل التحديات التي تشهدها؟ فاطمة، نحن نعلم أن الجيش دائما يكون خارج المدن، وأن الجيش مرسوم الحدود في مداخل المدن وفي الحدود البلد.
لذلك أعتقد أن الداخلية هي المعنية بالدرجة الأساس وبالمقام الأول عن أمن المحافظات والعاصمة بغداد. لذلك أعتقد أن وزارة الداخلية نجحت في استلام في ملف استلام 5 محافظات، نجحت بهذا الملف نجاحا أمنيا باهرا، وأعتقد أنها أصبحت تملك هذه الجهوزية من الأسلحة ومن المعدات ومن العدد ومن الكم ومن الاستعداد القتالي. لديها أجهزة ميدانية تعبوية، لديها جهاز الرد السريع، ولديها الشرطة الاتحادية، ولديها أفواج الطوارئ، ولديها الشرطة المحلية، ولديها شرطة النجدة، ولديها الشرطة النهرية، ولديها فضلا عن الأجهزة الاستخبارية أيضا التي تقبع تحت جناح وزارة الداخلية. لذلك أعتقد وزارة الداخلية أستطيع القول لك أنها ستنجح في استلام ملفات أخرى فيما يتعلق بالمحافظات. طب هناك محافظات مثل صلاح الدين لديها وضع أمني خاص أو ذي قار مثلا فيها نزاعات عشائرية، هل يمكن للشرطة أن تنجح بإدارة ملفاتها الأمنية؟ شوفي، ملف يعني ملف المناطق الواقعة فاطمة بين كركوك وصلاح الدين، نعم كما ذكرتي ملف يعني مناطق حساسة بيد انها يعني لا زالت التنظيم يرزح فيها ويتواجد فيها وان كان بشكل محدود. لذلك اعتقد ان هناك ستكون يعني قيادات عمليات مشتركه. طبعا فاطمه تعلمين ان قيادات العمليات في المحافظات هي قيادات عمليات يعني كاجراء وقائي، يعني تم استحداثها كاجراء وقائي بسبب ما يمر به البلد. لذلك اعتقد حينما يتم استتباب الامن تتفكك هذه قيادات العمليات ويصار إلى كل محافظة بمحافظتها، وتكون قيادات الشرطة هي المسؤولة عن هذه العمليات وعن هذه قيادة إدارة هذه العمليات. لذلك هناك قد تكون تشكيلات تستحدث بسبب ظرف أمني، لكن حينما يكون الظرف الأمني مطمئنا وجيدا أعتقد أنها تستطيع النهوض بواقع جيد. خذي مثلا اليوم السيطرات المشتركة، السيطرات المشتركة اليوم التي في الشارع هي سيطرات حقيقة يتذمر المواطن منها، تنتهك كرامة المواطن، تنزل المواطن حتى إذا كان مع عائلته وتقوم بتفتيش يعني رب البيت أو رب الذي يقود هذه العائلة مع هذه السيارة. أعتقد أن السيطرات المشتركة ينبغي إعادة النظر فيها، وينبغي ودعوة للقائد العام القوات المسلحة إلى إعادة النظر بهذه السيطرات المشتركة، لأنها لا تراعي معيارية حقوق الإنسان ولا تراعي الحفاظ على كرامة المواطن، وأعتقد أنها حلقة زائدة. وأعتقد أن الشرطة المحلية والأجهزة الاستخبارية وجهاز الأمن الوطني يستطيع أن يحل محل هذه السيطرات، لأن القاعدة الاستخبارية هي أهم من وجود هذه السيطرات. إذن الخبير الأمني والاستراتيجي سيد فضل أبو الرغيف، شكرا جزيلا لوجودك معنا.